أهلا وسهلا بكم في قناة ترددات، وبس الآن نعرض عليكم تردد قناة الشباب سبورت الجديد على النايل سات 2022. قناة الشباب سبورت هي من أحدث القنوات الفضائية المتخصصة في عرض محتوى رياضي، حيث تم إطلاقها منذ فترة قصيرة ويتم بثها من دولة العراق، وتهتم بعرض أهم مباريات الدوري العراقي بشكل خاص، بالإضافة إلى التطرق للمباريات العالمية والمحلية الأخرى. محتوى قناة الشباب سبورت هو محتوى رياضي يختص بتقديم كل ما يتعلق بالرياضة المحلية في العراق والرياضات العالمية، ويغطي جميع مباريات كرة القدم في العراق، كما يعرض الأخبار والمباريات من الرياضات الأخرى بشكل عام. ولا يقتصر محتوى القناة على عرض المباريات فقط، بل يعرض عليها مجموعة مميزة من البرامج المختلفة، فهي تضم واحدة من أكبر الاستديوهات لتحليل المباريات، بالإضافة إلى البرامج التي تناقش وتعرض أهم الأخبار الرياضية في العالم وأهم المستجدات حول اللاعبين في الرياضات المختلفة. إذن تردد قناة الشباب سبورت 2022، يوجد تردد واحد على القمر الصناعي النايل سات، ولا يوجد تردد آخر على القنوات الأخرى، على المدارات الفضائية الأخرى. إذا تردد قناة الشباب سبورت 2022 على القمر الصناعي نايل سات، القمر الصناعي نايل سات التردد 11137، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5/6، الجودة HD. إذا القمر الصناعي نايل سات التردد 11137، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5/6، الجودة HD. اسم القناة على قائمة القنوات شباب سبورت 1. إذن بذلك نكون قد عرضنا لكم تردد قناة الشباب سبورت العراقية على القمر الصناعي نايل سات. نتمنى أن تنال القناة إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.